السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزتي التلميذات أعزائي التلاميذ في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا كما وعدتكم في الفيديو السابق بأنه إن فوا يتلاح شي إطار مرجعي غادي نهضر عليه وغادي نلوحو لكم على شكل فيديو. إذا الفيديو بعنوان الأطر المرجعية المكيفة الخاصة بالامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يوليوز 2020 مادة الفلسفة. يعني في هذا الفيديو غادي نتكلم على الإطار المرجعي الخاص بمادة الفلسفة، دائما الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. قم معي. إذا الأطر المرجعية المكيفة الخاصة بالامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020 مادة الفلسفة جميع الأسلاك. إذا هنايا غادي نتكلم على المادة، يعني مادة الفلسفة بالنسبة لجميع الأسلاك، المسالك العلمية، المسالك الأدبية، العلوم الإنسانية إلى غير ذلك. إذن مادة الفلسفة غادي نتكلم على جميع المسالك. إذن هنا مادة الفلسفة جميع المسالك، إذن هذا هو الإطار المرجعي. إذن الإطار أو الأطر المرجعية المكيفة الخاصة بالامتحان الوطني من شهادة البكالوريا 2020 الإطار المرجعي لمادة الفلسفة. دونك هنا كيتكلم لكم على مجموعة من الأمور المهمة. هنايا مثلا المجال الرئيسي الأول شنو غادي يكون فيه؟ تحديد المجالات. هنا كاين المضامين، مضامين مثلا تتحدد المضامين الفلسفية في العناصر التالية، إشكالات فلسفية إلى غير ذلك. هنايا كيعطيوك المضامين الفلسفية في إطار المجزوءات. هنايا مسلك الشعب العلمية، ضمن الوضع البشري كاين الشخص والغير، معرفة كاين النظرية التجريبة والحقيقة، السياسة كاين الدولة. بالنسبة لمسلك الأدب، الوضع البشري فيه ثلاثة زايدين حتى التاريخ. بالنسبة للمعرفة كاين النظرية والتجربة ومسألة العلمية في العلوم الإنسانية وكاين الحقيقة. وبالنسبة للسياسة كاين الدولة. بالنسبة للناس ديال العلوم الإنسانية نفس الشيء. بالنسبة للأدب نفس الدروس. فهم هنا كيتكلموا عاوتاني على المنهجيات، الصياغة الإشكالية، البناء المفاهيمي والحجج. دونك هنا كيفصلوا مزيان الدروس اللي خصها تراجع مزيان والمنهجيات اللي خصها تراجع مزيان باش تدوزوا الامتحان في احسن الاحوال. اذا هذا الاطار المرجعي مكيف، كما كتشوفوا هذا مكيف. المعنى ديال المكيف هو انه مكيف مع الوضعيه اللي فيها التلاميذ وتلميذات البكالوريا هذا العام، يعني المعنى ديالو بانه استثنائي هذا الموسم. نمرو. ممكن المجال الرئيسي الثاني تحديد درجة الأهمية. شوفوا معايا هنايا الأهمية ديال كل حاجة والنسبة المئوية ديالها. هنا بالنسبة للمضامين النسبة ديالو 45%، بالنسبة للمنهجية 45%، بالنسبة للقيم 10%. لاحظوا بأنه المضامين والمنهجية 45-45، يعني ما يمكن ليش بغض النظر على المنهجية، وكذلك ما يمكنليش ندير غير المنهجية بلا ما نكون حافظ مثلا الأقوال ديال الفلاسفة والمضمون ديال الأطروحات إلى غير ذلك. يعني هادشي مرتبط، خصني نكون عارف المضامين وكذلك نعرف المنهجية وكذلك نزيد القيم. دونك إلى غير ذلك هنايا كاين الفهم، التحليل، المناقشة، وبالنسبة المئوية المختلفة. هنا بالنسبه للوضعيات الاختباريه كما كنعرفوا في الفلسفه كاين ثلاثه ديال الحاجات، كاين النص وكاين السؤال الاشكالي وكاين القول. نبداو اولا بالنص. اذا هنا نص للتحليل والمناقشه. بالنسبه لسلم التنقيط الفهم 4 ديال النقاط، التحليل 5 ديال النقاط، والمناقشه 5 ديال النقاط، والتركيب 3 ديال النقاط، والجوانب الشكليه المتعلقه بالخط واللغه ووضوح الخط يعني 3 ديال النقاط. ولكن ركزوا لي هنا على المؤشرات، على الفهم شنو كيكون فيه، تحديد الموضوع، صياغة الإشكالية إلى غير ذلك. بالنسبة للتحليل، تحليل أطروحة النص إلى غير ذلك، مناقشة، تساؤل حول أهمية الأطروحة إلى غير ذلك. بالنسبة للسؤال، السؤال عندنا في الفهم 4 ديال النقاط، تحليل 5 ديال النقاط، المناقشة 5 ديال النقاط، إذا نفس البارم ديال النقاط داكوغ، ولكن بالنسبة للمؤشرات راه مختلفة. ردوا البال. هنا إدراك مجال السؤال وموضوعه، إبراز عناصر المفارقة أو التقابل. هنا مثلا في التحليل، تحليل عناصر الإشكال، هنا تحليل عناصر الأطروحة، هنا تحليل عناصر الإشكال.
إلى غير ذلك. هنا عندنا القولة مرفقة بسؤال أو مطلب. بالنسبة للبارم ديال النقاط هو نفسه، سلم التنقيط هو نفسه 4 5 5 3 3، لكن بالنسبة للمؤشرات راه مختلفين. ردوا البال، لأن هذه المؤشرات هادو هو اللي كتم عليه التنقيط. مثلا هنا إلى ما لقاش مثلا عندك تحديد الموضوع ديال القولة راه غادي ينقص لك النقط. باغ اكزومبل هنايا تقريبا كيقسموا النقطة على جوج، هنا جوج نقط تحديد الموضوع، صيغة الإشكال وداك الشيء جوج نقط. دونك هاد المؤشرات ركزوا عليها مزيان باش إن شاء الله بإذن الله في الامتحان نكونوا مزيانين. تحليل ديال سواء النص سواء القولة سواء السؤال الإشكالي. إذن هذا الشيء اللي كاين في الإطار المرجعي. الإطار المرجعي غادي تلقاوه عندي في الديسكريبسيون ولا الوصف ديال الفيديو، من ثم تيليشارجيوه وقراوه مزيان وشوفوا المؤشرات اللي غادي تعملوا عليهم والدروس اللي غتقراوهم وتحفظوهم. بالنسبة لهذا الإطار المرجعي ديال الفلسفة راه كيهم جميع المسالك، كما قلت جميع المسالك في الأول، بالنسبة للمسالك العلمية، مسالك الأدبية، العلوم الإنسانية إلى غير ذلك. بالنسبة للأطر المرجعية الأخرى سأقوم بنشرها وقت الحصول عليها. باقي الأطر المرجعية اللي باقي ما تلاحوش لحد الساعة، اون فوا يتلاحوا غادي نشارك معكم المعلومة. في الأخير شكرا لكم على المتابعة، كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا القناة بالاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد القناة. كنتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.